السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بالحديث عن المغني الجزائري المشهور والمدعو شاب بلال، وهذا ما حدث له اليوم. ولكن وقبل الخوض في التفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشرت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك منذ قليل، ونقلا عن صحف موثوق، خبر صادم مأفادها أن مغني الراية الجزائري الشاب بلال تعرض لحادث مرور خطير وهو في حالة لا تبشر بالخير، وتم نقله للمستشفى على جناح السرعة في انتظار تأكيد الخبر من الجهة الرسمية. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.